كابتن القطار حسين عبد الواحد، خريج محل السكك، الخدمة 33 سنة، أشتغل على قطارات البضائع والمسافرين والقطارات الدولية. عملت بهذا العمل منذ العام 1993، ولهذا اليوم الرحلات المسافرين كل 4 أيام رحلة. إحنا كسواق قطارات عندنا طموح نحو الأحسن ونحو الأعلى، ونريد نشوف يعني بعض الدول، ونريد نطلع ونريد نشوف قطارات أحدث. هاي بالنسبة ناحية الحداثة والمتانة. وبالنسبة للقطار، بالنسبة للأمان، أمان أأمن من السيارات أولا من ناحية الأمان، ثانيا من ناحية وسائل الراحة، ثلاثة بالفترة الأخيرة صار عندنا إقبال من قبل المواطنين أكثر من سابق. يعني خصوصا الشهر هذا تقريبا حدود يعني خلال شهر أكثر من 12,000 مسافر هالشهر هذا اتجه للقطار، بينما كان قبل 7-8,000 مسافر. يعني أكو إقبال على القطار. 2014 دخلنا هذا القطار دي أميو الصيني اللي هو حديث تشكيلة حديثة، ودخلت لنا عربات تركية، قطارين تركي. هسه حالياً دا نشتغل عليهن، يعني نعمل بالموجود حالياً. بالنسبة لنا احنا كدولة العراق حالياً هذا القطار يعني خدمنا هواي. نعرف ان القطار اجانا بال 83 واحنا هسه بال 2023. لا اقول له 2014 يلا اجانا هذا، فظلينا نشتغل بالموجود حتى ان اجانا الدي ام يو. هذا بالنسبة للدي ام يو قطار حديث اسوة بدول الجوار زين من دول الصين يعني، ومشانا مع العالم. وحتى رحلات المسافرين ارتحت به. نواجه عدة شغلات. أول شغلة كسر الزجاج، رمي الحجارة بالقطار. ماكو مكان نستثنى كل المحافظات، يعني بأي محافظة، مو شرط ببغداد، بالبصرة، بالناصرية، بالسماوة، بأي محافظة. هاي بالنسبة لرمي الحجارة. المواشي اللي يدك بالهور، ما هور جاي نضرب حيوانات ونتأذى، إضافة إلى أصحاب السيارات المعابر غير نظامية ونظامية، وجاي نتحمل مسؤولية الفصول العشائرية. أول درجة أحتاج الحماية. ماكو حماية. بالنسبة لنا كسائق قطار يوم يصير عندي حادث أنا أروح للمحاكم وأصبح من شاهد إلى متهم أمام القضاة، بينما بالنظام القبل النظام السابق كان قرار من قيادة الثورة عدم توقيف سائق القطار أثناء الواجب أو بعد الواجب عند حدوث حادث سيارة الصدام أو عربة أو ماشية أو بشر يتوفى ما يتوقف سائق القطار. هسه حاليا أنت تصبح متهم وتستدعى للمحاكم. نطلب من قناتكم موقرة وبعض القنوات الفضائية أنه أن يطالبوننا بتفعيل قانون عدم توقيف سائق القطار أو حماية سواق القطار.